لحظة واحدة بس، أول ما يسجل هبتدي أقولك على طول. تمام. تمام. أوكي كده التسجيل ابتدى، قدامكم 10 دقايق اتفضل. السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن توبيك اسمه بيفور 20. احنا فكرنا ان احنا بما ان احنا كلنا خلاص 18 سنة او 19 سنة، فقررنا ان احنا نعمل توبيك يفيدنا ويعلمنا الحاجات اللي نتعلمها قبل ما نكمل 20 سنة، يعلمنا يفيدنا احنا وزمايلنا. حابب بس ابدأ معاكم ب statistics من جامعة هارفارد. هي بتوضح ان من اول 20 سنة الموضوع بيبقى صعب قوي انك تتعلم حاجة، او من اول العمر بيزيد عامة بيبقى صعب انك تتعلم حاجة. زي ما هو باين في اللون الأورنج، هو بيبين إن هو السلوب من أول سن ال20 هو بيبتدي يتحول، يعني هو خلاص من أول 20 الموضوع بيبتدي يتحول. وبرضه اللون الأزرق هو البرينز أبيليتي بتتحول مع العمر. فإحنا الأوتلاينز اللي هنتكلم عنها أو السكيلز اللي هنتعلمها، أول سكيل إن أنت تسيت جولز إن يور لايف، تاني سكيل إن أنت تقدر تسي نو، والتالت سكيل اللي هي تقدر تبيك يور باتلز، ورابع سكيل انك ما تغيرش من نفسك، خامس كده انك تهاف فن. انا هبدا معاكم في الاوت لاين اللي هي هاو تو سي سوري اللي هي الاوت لاين اللي هي انك تسيت جولز. هو الموضوع بتكنيك اسمه تكنيك سمارت. كل حرف بيستاند فور حاجه، يعني اس مثلا ستاندز فور سبيسيفيك، انك تقدر تحدد هدف واضح وصريح انا عايز كذا، وتبقى عنيد في تحقيقه كمان. ثاني حرف اللي هو M measurable، يفضل الهدف بتاعك يبقى quantifiable، يبقى حاجة انت تقدر تقيسها، حاجة انت تقدر تعرف ان راسك من رجليك، تقدر تتراك يور بروجرس يعني. ثالث حرف اللي هو A attainable، يعني حط الهدف بتاعك يبقى attainable، حاجة تقدر تعملها، حاجة بالنسبة لقدراتك تبقى تمام يعني، وتقدر تعملها بقدراتك علشان ما تحبطش. R هي realistic، يعني بلاش أحلام اليقظة دي كتير، وخليك واقعي عشان تقدر تعمل حاجه حلوه. الفرق ما بين A و R عشان عارف انها ممكن تلخبط، هو ال A انك تحط هدف واقعي، وال R انك تبقى واقعي في تحقيق الهدف ده. يعني مثلا انا هعمل دكتوراه، ربنا يوفقك، هعمل دكتوراه في شهرين، لا يعني دي كده مش واقعيه، يعني الناس بتعملها في سنين. اخر حاجه اللي هي T تايملي، انت المفروض تحط تايم باوند لكل حاجه هتعملها. كده انا خلصت. مارك امجد هيتكلم معاكم في هاو تو سي نو. هو تو سي نو دي من اكتر الحاجات اللي بتدي حريه عامه في الحياه. هو هي طريقه الرفض يعني في خلاصه، متقسمه ليه ways of thinking و طريقه التعبير عن الرفض بتاعك. ways of thinking من اول حاجه انت بتحاول بتعتبرها قدامك هي think clearly and objectively، بتربط ايا كان رايك بفاكت بيزد على فاكت، ما تبقاش رايك في الهوا كده. تاني هو سير تاني حاجه سير اوبشنز، بتبقى انت لازم تشوف اللي قدامك ده ينفع تقول لا ولا ما ينفعش. طب لو ينفع تقول لا تو وات اكستنت، ينفع تعترض عليها كلها ولا بارشلي، دي برضو من الحاجات الكبيره اللي لازم تعتبرها. تالت حاجه بي كونفيدنت، كونفيدنس في الحته دي وانس ان انت خلاص اخدت قرار خلاص انا هقول لا، ما ينفعش تقعد تقول طب لا ميبي اوكي طب مش الكلام ده كله، لو انت قلته اللي قدامك مش هيقتنع بنقطتك خالص. ريفرس كويستشن، بدل ما تبقى نيجاتيف على حاجه انت بتقترح على اللي قدامك، لو هي حاجه انت مش رافضها كلها ممكن تقول طب حد تاني يعملها او تقترح حاجه تانيه. ميثود اوف اكسبريشن هي النص التاني، هي avoid saying not really of course not or are you kidding no way، الكلام ده كله بيضايق اللي قدامك، وممكن بدل ما يوافقك على حاجه بيبتدي بقى يقلب عليك شويتين يتضايق منك. بالعكس بقى انت بتحاول مثلا تقول I am afraid not, no sorry, no thanks, maybe next time، بتقنع اللي قدامك اكتر، دي بتبقى طريقه احسن بكتير. Avoid using active gestures, cutting eye contact, insulting facial expressions، كل الحاجات دي ده يعني ال facial expressions بتاعتك و gestures بتاعتك دي بيبقى نص الحوار زيه بالظبط زي الكلام بتاعك. بالعكس بقى try using بدل active voice بدل active gestures و lightly smiley face و calm body language. عندنا تالت سكيل مع ماثيو، pick your own battles. يمكن حاجة مهمة جدا في السن بتاعنا دوت ان احنا نتعلم ازاي نختار التشالنجز بتاعتنا او الباتلز، وده بيحصل عن طريق كذا بوينت. يعني اول بوينت هتكلم فيها هي cost benefit analysis. دي analysis بتقول ان احنا محتاجين في السن دوت
قبل ما نخش على اي تشالنج نشوف هطلع كسبان او خسران بطريقه ما، اللي هو ان انا اشوف الادفانتج والديس ادفانتج عشان في الاخر ما اصدمش بالارض الواقع، يعني ما اشوفش ان انا خسرت كتير او كنت متوقع ان انا اكسب اكتر من كده. حاجه تانية محتاج اعملها ان انا اشوف حد انا واثق فيه، حد انا برتاح له، حد اكبر مني عنده خبرات في الموضوع ده، اساله وافهم منه ايه الحاجات الصعبه، ايه الحاجات اللي انا هواجهها عشان يساعدني اكتر ان انا اوصل للهدف بتاعي. حاجه تالتة محتاج اعرفها ان مهم قوي في وانا داخل التشالنج بتاعي ابقى عارف ان في بوينت كده هوصل عندها واقول خلاص كفايه شكرا كده انا خدت اللي انا عايزه، او انا خلاص فعلا ما قدرتش اعمل حاجه زي كده. فدي حاجه مهمه جدا ان احطها في اعتباري ان ممكن اكتفي بقدر ما في التشالنج بتاعي دوت. حاجة كمان محتاج أعرفها إن أنا مش كل حاجة هعرف حلها، يعني مش كل حاجة هعرف أوصل لها، مش كل حاجة هعرف يعني هنجح فيها. في حاجات أنا مش تخصصي، مش الباتل بتاعتي، فهضطر إن أنا أشوف حاجة تاني أنسب لسني وأنسب لقدراتي. بس الأوت لاين اللي جاي مع كريم باسل Never change yourself. متحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، متكسلش وقوم ألف ودور هتلاقي مستك. دي أغنية اتعملت من 10 سنين، كان عاملها أحمد مكي، وبتتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هو never change yourself to impress others. أول بوينت اتكلم عليها accept that we can't control others opinion، يعني أنت هتغير تصرفاتك وعشان تبهر حد أو عشان يعني تعجب حد، وبرضه مش هيعجبه في الاخر. لازم تتقبل ان انت مش تقدر تتحكم في رأي اللي قدامك. تاني بوينت، تبقى discover who you are، يعني بدل ما تعمل تصرفات مصطنعة عشان تبهر اللي قدامك، انت ممكن تقعد تكتشف نفسك وهتلاقي جواك حاجات كتير جدا كويسة ربنا مديها لك. تالت بوينت، there is no one as important as yourself، يعني عشان تكتشف الحاجات الحلوة والمواهب اللي جواك دي انت مفروض تحب نفسك، وعشان تحب نفسك مفروض تقعد مع ناس شبهك، نفس شخصيتك وناس بترتاح وانت بتتعامل معاهم. رابع بوينت، it slows down your personal development، اللي هي متكونة من 5 أركان: emotional و mental و physical و spiritual و social. الجزء المنتال ده بيبقى ضايع خالص، انك انت تحاول تحط دماغك كلها طول الوقت انك ترضي حد او تعمل تصرفات مش من ضمن تصرفات شخصيتك عشان تبهر حد. اخر بوينت هتكلم عنها، ان الموضوع ده اكزوستنج، انك عشان تبهر حد او تعمل تقعد مع شلة معينة انت بتعمل تصرفات مش بتاعتك. انت شخصيتك كويسة بس مع الناس المناسبة والناس اللي هي شبه شخصيتك واللي بترتاح مع وانت بتتعامل معاهم. آخر سكيل هنتكلم عنها، having fun، مع أميرة ماجد. اوكي، على قد ما انت مهم قوي انت تشتغل على الجول بتاعتك، على قد انت محتاج to have fun، وان هو عشان mentally و physically و get out of the bubble of the stress، يعني عشان تقدر تكمل. اوكي، وعشان you only live once، فانت محتاج to make the most out of it وتستفيد بكل لحظة فيها. فمن الطرق اللي انت ممكن تهفن بيها، ممكن تلعب سبورت، تنزل الصبح بدري، تمشي في الجناين، تتفرج على نيتشر وكده، عشان الحاجات دي بتطلع ستريس من دماغك وبتخليك تقدر تكمل كشغل او كاساينمنتس او ككويزز او كده كمذاكرة. يعني ممكن تخرج مع اصحابك، او عشان الكورونا وكده ممكن تلعبوا على هاوس بارتي او تحضروا زوم كأنكم بتحضروا خروجة بالظبط، وبيبقى الموضوع لذيذ جدا وفان جدا، وتلعبوا امونج اس. تالت حاجة ممكن تعملوها، ان انتوا ممكن تشتغل على نفسك، عشان اهم حاجة واكتر حاجة تستاهل وقتك at the end of the day هو انت. ممكن مثلا احنا في بداية سنة جديدة، فانت ممكن تستغل الموضوع ده، تحط رولز جديدة، هصحى الصبح بدري الساعة 5 الفجر، عشان بيقولوا الموضوع بيبقى حلو قوي لجسمك وبيبقى اللي عندك طاقة ان انت تعمل حاجات اكتر كتير خلال اليوم. ممكن تقرر ان انت هتعلم حاجة جديدة، هتعلم طبخ، مش هبقى عصبي، ممكن تعلم حاجات كتير جديدة. اوكي،
بس دي كده الفايف بوينتس بتاعتنا. احنا عايزين نوصل بس ان هو دي مش كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها، واحنا لسه هنغلط كتير ولسه هنتعلم كتير قدام. دي بس اهم اهم خمس حاجات احنا اتعلمناها، واحنا عايزين نوصل لكم بس ان هو مش مهم ان انت غلط، المهم انت تتعلم من الغلط، ما تقعدش ندمان عليه وتقعد تفكر نفسك بيه وتعاتب نفسك عليه. انت محتاج تتعلم منه بدل لما تقعد تعاتب نفسك على الغلطه دي. ثانك يو. تمام، شكرا يا باشمهندسين.